مساكم الله بالخير مستمعينا محبي الرياضة وكرة القدم تحديدا في برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11. معكم أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة، ومن الأعداد الزميل المشاغب عثمان الصولي. أذكركم بأرقام التواصل STC 8348، موبايلي 630-590 زين 73-22-22. نبدأ أول أخبارنا، المدلج يصرح التايلندي سيفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي. كشف الدكتور حافظ المدلج المرشح السعودي للفوز بانتخابات الاتحاد الآسيوي أنه يحاول الضغط من أجل توافق عربي موحد بين كلا المرشحين الإماراتي يوسف السركال والبحريني سلمان بن إبراهيم. وقال المدلج الذي يترأس لجنة التسويق وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي أنه مستعد للانسحاب لو توافق السركال وسلمان على مرشح عربي واحد من بينهما. وأيضا أكد أن الفرصة لا تزال قائمة من أجل التوصل إلى اتفاق، وكشف عن مبادرة طرحها الشيخ علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني من أجل جمع المرشحين العرب الثلاثة حتى يتم حل الأزمة والتوافق على مرشح واحد. وأضاف المدلج أنه لو ظل العرب بعيدين عن التوافق حتى يوم 2 مايو القادم فلن يستمر في المنافسة ضد أي مرشح عربي. وزاد حافظ المدلج عن عدم التوافق سوف يمنح فرصة أكبر للمرشح التايلندي الذي سينطلق في السباق وفي جعبته 12 صوتا عكس العرب الذين ستتشتت أصواتهم فيما بينهم. حول الموضوع هذا طبعا ينضم لي الكاتب في صحيفة الرياضية الزميل عبد الرحمن النمر. حياك الله معنا عبد الرحمن، وقبلها نقول لك مبروك فوز المنتخب في الجولة الثانية وكسب 6 نقاط مباريتين. أولا الله يبارك فيك والحمد لله على هذا الفوز المستحق للمنتخب السعودي. وثانيا أحيي المستمعين الكرام وأتمنى أن توفيق المنتخب السعودي إن شاء الله. عبد الرحمن، قبل بنرجع المنتخب السعودي بعد شوي، بس التصريح حافظ المدلج يعني واضح، حتى كان أنتم عندكم في صحيفة الرياضية ويمكن اتطرقت للموضوع هذا اليوم أنا في برنامج الجولة، أن واضح أن في عدم دعم، خلينا نتكلم داخلي لحافظ المدلج، وأنه في بعض الأمور الخاصة لحافظ المدلج حتى مو براضي أنه يفصح عنها، يقول أنه الأيام القليلة القادمة راح تكشف الكثير من الأمور. وش فجأة كان عندنا المرشح سعودي وتم الدفع فيه وكان في أماني أنه يكون في دعم حتى حكومي حافظ المدلج، فجأة انتهى هذا الموضوع وتم التخلي خلينا نقول عن حافظ المدلج. وش اللي صار بالضبط في الفترة البسيطة هذه؟ هو ما زال الموضوع عايم غير واضح. السؤال اللي كنا نطرحه دائما وكنا نطرحه من زمان، هل حافظ المدلج مرشح من الدولة أو مرشح من رئاسة العالم الشباب؟ لأن في الحالتين يختلف، لأنه في حالتين يكون الترشيح من الدولة سيكون له دعم مادي كبير، لأن الانتخابات يبغى له دعم يبغى له فلوس، يعني لا سبق أن ذكرنا أنه لن يقل عن 40 مليون أقل تقدير للحملة الانتخابية. لكن إذا كان رئيس العام الشاب، ما أعتقد رئيس العام الشاب قادر أن تتحمل مصاريف زي هذه الكبيرة، يعني 40 مليون تقريبا، وهذه حسبة محسوبة من الحافظ من سابقا. لكن يظل أنه اللي واضح في الأفق الآن أنه حافظ لن يستمر وسوف ينسحب من الانتخابات. هذا الواضح الآن. طيب أنت الآن من اللي تشوفه عبد الرحمن، وأنت ما شاء الله يعني متابع وعارف شو اللي قاعد يصير، كلمتك حلوة عجبتني يعني شبهتها، هل هو المرشح من الدولة ولا مرشح من الرئاسة العامة لرعاية الشباب؟ أنت تشوف أيهم أقرب؟ والله الواضح لي الآن إنه مرشح من قبل رئاسة رعاية الشباب. لأنه يعني لو كان مرشح من الدولة لرأيت حافظ يظهر بأقوى من الظهور اللي ظهر فيه. دائما يظهر في المقابلات الصحفية أو التلفزيونية إنه ليس هناك الطموح، ودائما يكرر أني سوف إذا تم التوافق سوف أنسحب. وهذا يؤكد إنه يعني إنه هل هي لعبة انتخابات أم أنه حافظ أنه فعلا سينسحب من انتخابات؟ هذا السؤال ما زال عائم وغير واضح. لكن أنا أعتقد أنه يعني أنا في رأيي شخصي، يعني أنا لو كنت أنا من أي اتحاد آخر وأرى حافظ بالطريقة هذه لن أدعم حافظ. إذا كان يعني تكرر بالانسحاب فأنا لن أضيع صوتي لحافظ، وأنا أعلم تماما أن الرجل سوف ينسحب من انتخابات. لكن احنا في النهايه نظل احنا سوف نبقى مع حافظ الى الامل الاخير، لعل الله توفيق ان شاء الله يعني يستمر
في هذه الانتخابات. أتكلم على الدعم، يعني الدعم إلى الآن خلينا نقول من الأمير نواف بن فيصل، لكن في جهات أخرى لم تدعم أو تدخل في دعم حتى الآن، وكانت المعلومات اللي عندنا أنه كان موعود الحافظ المدلج ب خلينا نقول دعم ب 20 مليون، لكن طبعا هذا أتكلم من الجهات أخرى ذات صلة بالموضوع، لكن فجأة انتهى هذا الموضوع. لا هو المعروف الان والواضح لنا الان انه في اتفاق بين حافظ المدلج والرئاسه العامه للشباب وتحديدا من نواف فيصل على ان يكون الدعم من الامير نواف فيصل الدعم هذا الواضح لنا، لكن هل سيستمر هذا الدعم، هل سيتم هذا المسير لحافظ، هذا السؤال يطرح نفسه ما زال عائما. طيب تشوف عبد الرحمن انه اللي صار هذا يعني يعني خلى شكلنا مو بكويس، خلينا نتكلم على مستوى القاره او حتى على يعني مقارنه بباقي المترشحين، نتكلم على الشيخ سلمان بن ابراهيم، يعني اتكلم على قوه مثل السعوديه قاريا على المستوى الاسيوي، ان يكون في مرشح فجاه يتم طرح اسمه وفجاه ممكن هو ينسحب او يطلع بهذا الضعف، هذا يعني تشوف انه شيء طيب بالنسبه لنا؟ شوف انا في رايي شخصيا يعني لو السعوديه واتحاد القدم يعني تحديدا لو ارادوا ان يضع حافظ المدلج في نقول رئاسه الاتحاد الاسيوي لاستطاعت المملكه ان تحظى بهذا المنصب، لان الاتحاد السعودي يرتبط بالعلاقات الطيبه وقويه مع الاتحادات. وخير ذلك الدليل ان الاخ يوسف تركال سبقا تحدثنا معه كثيرا انه كان يبحث عن صوت المملكه، لانه يعرف تماما ان صوت المملكه سوف يجلب اقصاد اخرى. فكان في العمل السابق كان يبحث عن صوت المملكه، وسبقا ذكرناه احنا ايضا في جريدتنا الرياضيه انه يقول انه لما تعين انا رئيسا سوف ارشح حافظ المدلج ليكون نائب الرئيس. فهذا يدل على قوه ومكانه الكره السعوديه والعلاقات صحيح. الطيبه اللي تربط الاتحاد السعودي سواء كان بالاتحادات الاسيويه او بالاتحاد الدولي. أكيد حنا ما نبحث عن منصب نائب الرئيس، أنت عارف يعني نائب الرئيس دائما نعم. ما نعرفه يعني ما نعرف منه أصلا يكون نائب الرئيس. نعم، لكن إذا ظلت القضية أنا أتمنى بأمانة أتمنى تنحل القضية بين الثلاثة، بين يتنازل إذا كان عملية تنازل سواء كان من الشيخ سلمان أو من الأخ يوسف تركال، أتمنى أن تنتهي الأمور ونرى مرشح واحد حتى نقف جميع مع هذا المرشح سواء كان حافظ مدلج أو الشيخ سلمان أو صحيح في السركال، يعني يجب أن نحسم الموضوع هذا. مدى صحة عبد الرحمن اللي تم حتى طرحه عندكم في الجريدة أمس على موضوع أن إلى الآن دعم الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد تحديدا إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم، عكس التوافق اللي كان بين المدلج والسركال وكان في اجتماعات ماضية بالنسبة أنا ما أود أخذ هذا الموضوع، لكن أنا أثق في فقط سعمل بأحمد عيد وبدعمه للحافظ المدلج، لأنه أحمد عيد يبحث عن أيضا مرشح سعودي لهذا المنصب، لكن أنا لا هذا رأيي الشخصي أنا، لكن لا أعلم خفايا الأمور، قد يكون هناك أمور تجددت أو في أمور أخرى أنا ما عندي أي خبر عنها. طيب عبد الرحمن بطلع التقرير لأنه بعطيك شوي بس إذا ما سمحت لي يتفضل. أنا كان قبل شوي يعني قبل دقيقتين كان حديث مع أحمد عيد كنا نتحدث عن أمور كثيرة في اتحاد القدم ومن ضمنها دعم للحافظ المدلج يعني بس ما نبي الدعم بالكلام، لازم يكون في الدعم، بس على قولك يعني هي الأمور أكبر من أحمد عيد ومن الاتحاد السعودي. أكيد 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 أكيد. طيب عبد الرحمن بسمع معك تقرير يخص مباراة المنتخب السعودي وتحديدا يوسف السالم وانتقال يوسف السالم لنادي الهلال في الفترة القادمة وموضوع تسجيل الهدفين في مباراة اندونيسيا أمس، نسمع هذا التقرير وباك يعني تركز في هذا التقرير ونرجع نعلق عليه مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله. التقرير الرياضي. كافأ يوسف السالم مدربه خوان لوبيز الذي وضع ثقته فيه ليقوده للانتصار الثالث على التوالي مع السعودية حين فازت 2-1 على اندونيسيا في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2015 في استراليا، وفي غياب مهاجم الهلال البارز ياسر القحطاني الذي لم يضمه المدرب الاسباني منذ توليه المسؤولية خلفا للهولندي فرانك ريكارد في يناير، سلطت الاضواء على السالم وهو واحد من ابرز المهاجمين في المواسم الاخيرة في الدوري السعودي، ومن المتوقع ان يصبح
المهاجم الأساسي للسعودية، وسيكمل السالم الذي لعب من قبل للقادسية والشباب، وسينتقل الموسم المقبل إلى الهلال عامه 28 الشهر القادم. ورغم أن طوله يصل إلى 179 سنتيمترا فقط، إلا أنه مهاجم نموذجي يجيد ضربات الرأس، وسجل السالم هدفيه في شباك إندونيسيا بضربتي رأس، وجاء الثلاثة من أهدافه الثمانية هذا الموسم مع الاتفاق في الدوري بالرأس أيضا. وربما عثر المدرب الإسباني الآن على المهاجم الصريح الذي يبحث عنه في ظل تذبذب مستوى نايف هزازي لاعب الاتحاد صاحب هدف الفوز على الصين في المباراة التي انتهت 2-1 بالجولة الافتتاحية للتصفيات. يوسف السالم أكمل انتقاله للهلال الموسم القادم، حيث سيواجه المهاجم الأبرز في تحدي جديد للقحطاني للحفاظ على موقعه أمام اللاعب الذي استحوذ على مكانه في المنتخب الوطني. التقرير الرياضي. عبد الرحمن، يعني بس عشان لا أحد يهاجمنا يقولون أنكم الآن تبدون أنكم تسببون بعض المشاكل بين اللاعبين، وش دخل ياسر القحطاني؟ بس عموما على أساس للتوضيح أنه التقرير هذا طبعا طالع من وكالة الأنباء رويترز، يعني مو من عندنا. فوش رأيك؟ يعني ممكن يكون في منافسة مثل ما أزاح يوسف السالم ياسر القحطاني من المنتخب، ممكن يكون في منافسة في الهلال؟ اولا شوف، عملية المنافسة مطلب اساسي سواء كان، واعتقد حتى ياسر القحطاني رجل يعني عاقل ويعلم تماما انه البقاء الافضل. يعني ياسر من اللعيبة الذي يعني انا يعني قد اكون فترة كنت قريب من ياسر القحطاني، واعلم تماما انه يعني لا يحمل في الامور هذه يعني او تكون هاجس له بقدر ما هو يطور المستوى. وانا اعتقد وجود يوسف السالم مع ياسر سوف يظهر بين الاثنين تنافس كبير للفوز بهذا المركز الهجوم الهلالي. بس تشوف رويترز يعني ليش مدققين على هالموضوع؟ ووضعه لان هذا اللاعب ما شاء الله عليه يعطيه العافيه، يوسف السالم برز في هذه المباراه. فوجود ياسر بسمعه ياسر وشهره ياسر ووجود لاعب قد يكون برز الاونه الاخيره وبدات مع يعني هم يشوفون ان ياسر مقياس شيء طبيعي، مقياس يعني أصلاً وجود ياسر مقياس على أي مهاجم سعودي. لأنه دائماً أنت لما تحكم في 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 موضوع ما تبحث عن ترى الأفضل وتقيس عليه اللعيبة الآخرين. فياسر يظل مقياس مثل أي لاعب هنا كانوا يقوسوا قياس ماجد عبد الله بلاعبين آخرين. هذا شيء طبيعي يعني. طيب تبقى معنا عبد الرحمن، في عندنا مواضيع ثانية ونحتاج تعليق منك عليها، بس خلينا نطلع الفاصل ونرجع مرة ثانية. نذكر بأرقام التواصل STC 844-48 موبايلي 630-590 زين 732-22. فاصل وراجعين مع برنامجكم غرفة 11. تكفل الأمير خالد بن عبد الله رئيس مجلس الشرف بالنادي الأهلي بشراء عمارة سكنية مواجهة لمقر النادي، قدمها هدية لناديه ولجميع ألعابه حتى يستخدموها في تسكين الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين في جميع فرق كرة القدم وألعاب النادي المختلفة، تخفيضا لتكلفة السكن الشهري والسنوي التي تقوم إدارة النادي بدفعها للفنادق والمساكن الخاصة وتقدر قيمتها ب 17 مليون ريال. عبد الرحمن، ورايك في هذا الخبر؟ أعتقد أنه خبر ممتاز من جدا، وهذا يجب أن تكون جميع الأندية. وعلى فكرة سبق ويعني إذا لم تكن ذاكرا أن الأمير عبد الله بن سعد الله يرحمه سبق أن عمل مثل هذا المشروع بجوار نادي الهلال سابقا. عبد الله بن سعد الله يرحمه الرئيس نادي الهلال. نعم رئيس نادي الهلال. نعم أذكر كان نفس شقق للمدربين. فأيضا هذه كانت يعني خطوة، تظل خطوة مباركة من إدارة النادي الأهلي وجميع الأندية السعودية اللي تعمل مثل هذه الأمور لأنديتها. طيب عبد الرحمن، بنروح لخبر ثاني وتقرير أيضا لأن كلها مرتبطة ببعض وأبيك تعلق عليها. أصدرت إدارة نادي الرائد بيان صحفي عبر المركز الإعلامي بنادي الرائد، ترغب من خلاله أن توضح عددا من الأمور الهامة حول الأمور المتعلقة بمستحقات اللاعبين المتأخرة. أولا، وهذا الحديث طبعا للمركز الإعلامي في نادي الرائد، كما يعلم الجميع أن الأندية السعودية كافة وبدون استثناء تعاني وتشتكي من ضائقة مالية لأسباب تطرق لها مسؤول هذه الأندية مرارا وتكرارا في الكثير من وسائل الإعلام
في مناسبات متعددة وهي لا تخفى على الجميع. ونحن في إدارة نادي الرائد أقدمنا على خطوة غير مسبوقة قد تكون الأولى في الأندية جميعها بأن ترحل إدارة وترحل إدارة وتلتزم بسداد كافة المديونيات للاعبين على النادي وفق آلية وبرنامج زمني معين نحن ملتزمون به تماما ولا نقبل من هم خارج إدارة النادي مطالبتنا بتسديد مستحقات حيث أن هذه الأمور لا تخصهم كما أن الفترة الإدارية الحالية تنتهي في 10/8/1434 هجرية وسننفذ ما وعدنا به علما بأننا ليس مجبورين على تسديد الديون ولكننا وعدنا بتسليم النادي دون أي ديون مستحقة لقاء مستحقات اللاعبين السعوديين وغير السعوديين وتسليم الإدارة الجديدة خالي من الديون بإذن الله لإحساسنا التام بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا خصوصا أن العمل في إدارات الأندية يجب أن يكون تكامليا. نسمع هذا التقرير أيضا عن نادي نجران والمستحقات المالية وإضراب اللاعبين ونرجع. التقرير الرياضي. فجر رئيس مجلس إدارة نادي نجران إهذيل آل شرما مفاجأة من العيار الثقيل داخل نادي بعد أن قدم استقالته الرسمية لمكتب رعاية الشباب في نجران، ورفض لاعبو نجران الدخول في تدريبات أمس السبت اعتراضا على عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية منذ فترة طويلة، وهو الأمر الذي دفع رئيس النادي للتقدم بخطاب استقالته، فيما ذكرت مصادر صحفية أن اللاعبين يشكون من عدم تسلمهم للرواتب لفترة تصل لستة أشهر ومكافآت فوز متأخرة ومقدمات عقود منذ بداية الموسم، وهددوا بعدم اللعب أمام النصر يوم الجمعة المقبل في دوري زين حال عدم تسلمهم جميع المبالغ المادية. الجدير بالذكر أن أكثر من نادي في دوري زين للمحترفين قد أبدوا عجزا كاملا في الإيفاء بالتزاماتهم المالية، وهو ما يعكس ضرورة إيجاد حل للأندية سواء بتعجيل تطبيق نظام الخصخصة أو فتح قنوات استثمارية مؤقتة لحل مشاكل الأندية ولاعبيها المالية. التقرير الرياضي. نرجع لك عبد الرحمن النمر في نقطتين ودي يعني تقول لي رايك فيها. اولا موضوع اداره نادي الرائد تقول انه غير من او ليس من الواجب عليها انها تسدد الديون قبل ان ترحل، هذا انت معه او ضد؟ اول شيء انا كنت ببدا في هذا الموضوع انا بالعكس، انا اداره الرائد ملزمه بسداد جميع المصاريف المفترض انه من رئاسه نادي الشباب، أنا تلزم إدارة نادي الرائد بأن تسدد جميع المصاريف التي مترتبة على هذا النادي سواء كان راتب لعيبة أو ديون على شركات أو شركة طيران أو غيره من الأمور هذه، لأن لما تسلم النادي يجب أن تحل مشاكله كلها كاملا قبل إنتاج الإدارة الجديدة بأي طريقة، ما المهم أنك تتوفر مبالغ مالية، لأنه على إدارة نادي الرائد حينما بدأ السد فهد المطوع كان هناك بضخص بالصرف، أنا أقول بأمانة لم يكن هناك تقنين في المصاريف إلى وصل الحال الرائد إلى الآن إلى المديونية، وهذا هو الغلط. يجب أن يكون هناك جدولة في الموارد المالية، يكون هناك ميزانية، يجب أن تعرف طول العام كم ستصرف وكم سوف يأتيك مردود من هذا المبالغ سواء كانت مشاريع استثمارية للنادي أو من الدعم اللي تحصل عليه من الاحتراف برئاسة جامعة الشباب. يعني ما هم مجبورين، مو مثل ما قالوا في البيان أن ليس مجبورين. لا 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 لا، بالعكس الكلام هذا ليس صحيح، أنت مجبر أنك تسدد المبالغ لأنه لن يأتي رئيس ويتحمل ديونك، هذا شيء طبيعي لأن الرئيس الجديد يجب أن يأتي إلى قاعدة صلبة، النادي خالي من الديون حتى يبدأ بخطواته، لأنه هذا حيكون عبء عليه في التأجيل الديون، لأنه لن يقوم بتسديد، الرئيس القادم مهما كان لن يقوم بتسديد ديون سابقة. طيب الآن عبد الرحمن تكلمنا على بيان إدارة نادي الرائد ونتكلم على المديونيات والمستحقات والمتأخرات، وسمعنا التقرير نادي نجران وحتى صاحب العبد الله لاعب ونجم نجران يقول لك اللاعبون وصلوا لدرجة الفقر، الحل في هذه المديونيات والمشاكل تقابل الأندية؟ اولا سامر خلي بعطيك خطوتين، اولا شوف انا اقول لك مفترض لجنة الاحتراف ان تجبر الأندية بين المبالغ اللي تصرف للاعبين المحترفين من قبل رئاسة ملعب الشباب والمبالغ اللي تصرف من قبل الأندية لدعم لهذه الرواتب ان تكون في حساباتهم شهريا، يعني يكون هناك تنظيم بين البنوك
والنادي. لأن صارت الآن الأندية مؤسسات الآن مفترض أن يكون مؤسسات. لأن هذه جزئية من الاتحاد الآسيوي الرخصة الدولية الآن هذا الخلل اللي صار في الأمور المالية ترى سوف يؤثر على الأندية. سوف يؤثر عليه في حصول على الرخصة الدولية لأن هو شرط أساسي من الاتحاد الآسيوي. اللي هو المعيار المالي مثلاً. المعيار المالي ثم الحكومة أو بمعناه إنه يكون هناك ميزانية للنادي فيها إيرادات ومصروفات. وهذه بدون شك سوف تأثر عليهم في المرحلة القادمة. لازم يكون هناك لجنة أيضا لازم يكون في تدخل مباشر من الاتحاد السعودي ومن الرابطة. لازم يكون في تدخل. لكن إنه طبع الأمور عائمة هذا غلط. وهذا مطلب من الأستاذ محمد النواصي بأن يكون هناك اجتماع بين رؤساء الأندية من أجل أن يكون هناك آلية لصرف الرواتب بالنسبة للعيبة. لأن هذا هو شرط أساسي من الاتحاد الآسيوي. شكرا لك عبد الرحمن لتواجدك معنا في برنامج غرفة 11. شكرا لك. كان معنا الزميل عبد الرحمن النمر الكاتب في صحيفة الرياضية. أخيرا بالوتيلي يصرح أكثر شيء نادم عليه في حياتي هو إلقائي لقميص إنتر ميلان على الأرض. كشف بالوتيلي مهاجم ميلان الإيطالي ميلان والمنتخب الإيطالي عن توبيخ والده له عقب تعادل مع البرازيل وديا مشيرا إلى أنه نادم على إلقاء قميص إنتر ميلان في الأرض عام 2010 وقال لا أملك عقلية كبيرة ولا أعتبر نفسي أفضل لاعب في العالم ولا الأسوأ أنا هو أنا وهذا كافي. واعترف بالوتيلي عقب التعادل مع البرازيل بطبعا حديث والده لأنه أضاع فرصا عديدة أمام المرمى وبسؤال عن أكثر شيء ندم عليه في حياته وقال أكثر شيء ندمت عليه في حياتي هو إلقائي لقميص إنتر ميلان على الأرض. وتسبب ذلك الموقف في إنهاء مشوار بالوتيلي مع الإنتر بعدما خلع المهاجم قميصه وإلقاه على الأرض بنهاية مباراة في دوري الأبطال عام 2010. شكرا لسماعكم. إن شاء الله بكرة برنامج الجولة من السادس حتى السابع مساء. أصبحنا على ألف خير.